ركز معي أرجوك. الحلم، قصدي المخبز، حلم ولا حقيقة؟ يا عمي دخيلك، انت هيك رجعتني من الأول. بهدوء بهدوء، المخبز. أنا قلت لك إني حلمت حلم صغير هالكلب قد النملة، عملت من الحلم قضية ونسيت صفية. يا حج، حط صفية هلأ مؤقتا مؤقتا على جنب. قديش المبلغ اللي انسرق من الخزانة؟ صفية حرمتي نور عيني موجة كلبي سراك. انت مش قلت انه الخزانة كانت مفتوحة؟ يا عمي بكت مفتوحة لأن أخذت منها 10 قروش عشان تشتري خبزات مثل عادتها كل يوم. بس انت ما عندك دليل انه صفية راحت على المخبز؟ لا يا عمي عندي، الكيس اللي بكت تحط فيه الخبزات لكوه في الطريق. يا سلام، الكيس هذا بيفتح أمامنا 20 احتمال على الأقل. أولاً إنه صفية أخذته معها للتمويه. صفية حرمتي بتموه على مين؟ يا أخي يا أخي، شغلوا خلايا المخ شوي قبل ما تهتري وتموت. في شيء اسمه افتراضات، احتمالات، الشك قنطرة اليقين. انت فهمني، ضاعت صفية. احنا مش في صفية هلأ، احنا في ديكارت، فيلسوف الشك المسكين.